واحد بيقول ما معنى كلمة كاهن؟ هل هي امتداد لاسم الكاهن عند الفراعنة؟ علما بأن المسيحية بعد الفرعونية مباشرة، وخاصة وأن الكاهن الفرعوني كان راجل دين. أنا هنا عايز أقول لكم ملاحظة بيقع فيها كثيرون. البعض في اهتمامهم بالمسيحية المصرية يتجاهلون المسيحية في العالم كله. فمثلا واحد يقول لك علامة الصليب متاخدة من علامة أنخ اللي شكل الصليب عند الفراعنة. طب ما الصليب موجود في بلاد العالم كله، هي بس حاجة مسيحية، دي حاجة للعالم كله. حكاية الكهنوت، هل احنا اخدناها من الفراعنة؟ طب الكهنوت اللي موجود في بقية بلاد العالم كان عندهم فراعنة هم رخرين، ما كانش فيه. او مثلا يجي يقول لك الثالوث اخدوه من قصة اوزوريس وايزيس وحورس من الثالوث الفرعوني. طب عقيدة الثالوث اللي موجودة في العالم المسيحي كله في شرق الدنيا وغربها كان عندهم هم رخرين اوزوريس وايزيس وحورس. لماذا الخلط بين العقائد المسيحية العامة وبعض العقائد المصرية؟ الكلام ده لو كانت الحكاية خاصة بمصر وحدها، لكن إذا كانت خاصة بكل بلاد العالم المسيحي فيبقى ما تجيبش بقى سيرة إيه العقائد المصرية كانت إيه. لأن هذه المسائل موجودة في كل العالم. الكهنوت ما موجود في العالم، ما فيش كهنوت في الكنيسة الكاثوليكية في روما وكل بلاد العالم الكاثوليكي في أوروبا وأمريكا وأمريكا اللاتينية وبلاد أخرى كثيرة. ما فيش كاثوليك عند الروم الأرثوذكس، ما فيش كهنة عند الروم الأرثوذكس، ما فيش كهنة في روسيا ورومانيا وبلغاريا والقسطنطينية وما فيش كهنة في كل بلاد العالم. بس هو الكهنوت جه من الفراعنة. خلي تفكيرك متسع في هذا.